وفي هذا المجال أكد مساعد وزير الخارجية السيد عبد الله بن فيصل الدوسري أن ميثاق العمل الوطني ساهم في تكريس المنجزات البحرينية الحقوقية عبر وضع الأسس والآليات العديدة التي عملت على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. يعتبر ميثاق العمل الوطني أهم وثيقة صدرت في العصر الحديث من تاريخ البحرين. هذه الوثيقة التي أرست قواعد وخارطة الطريق لدولة مدنية عصرية، أراد جلالة الملك حفظ الله ورعاه أن تكون البحرين مكانة أكبر على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، فأرسى ميثاق العمل الوطني قواعد الحقوق المدنية والسياسية والممارسة الديمقراطية ومشاركة المرأة وكافة الحقوق التي أصبحت قيم من الهوية الوطنية وثقافتنا وحضارة البحرينية، حيث تم منح المرأة كافة الحقوق في الانتخاب والترشح والحقوق المدنية بحرية الانتخاب والمشاركة السياسية الواسعة في إدارة شؤون الدولة، وأيضا الحقوق حقوق الأطفال وذوي الإعاقة، وأيضا تطور نظام العدالة الجنائية في مملكة البحرين وحكم القانون، فأصبحت البحرين مملكة عصرية متقدمة. وهذا النهج الذي أرساه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أصبح نهجا إصلاحي يحتذى به ويضرب به المثل، وأصبحت الدول تنظر البحرين بعلو النظرة بمكانة عالية وتستفيد من تجربتها في شتى المجالات.